قام جهد طوعين لمدينة البصرة الرياضية حفلا لتكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات ورجال الصحافة والإعلام لدورهم الفاعل في إنجاح بطولة خليج 25 التي اختتمت الأسبوع الماضي في البصرة، كما شهد الحفل تكريم مراسل قناة زاغروس الفضائية مكتب البصرة. اليوم الجهد الطوعي لمدينة البصرة الرياضية يقيم حفل، وحفل بسيط مقدار للعمل للجهود اللي بذلت من قبل المكرمين. بالنسبة لنا بدينا بالشخصيات بالمؤسسات وبالإعلام من كان صحافة ومصورين والفرق الطوعية التي ساهمت، جزء من الفرق الطوعية طبعا حتى لا نفقد حق أحد. هذه جهود هي كبيرة قدمت وبذلت من قبل الشباب البصرة، رجال البصرة. حقيقة هذا اليوم احنا بحدود أكثر من 150 شخص تم تكريمه اليوم، وهو شيء بسيط نقدر نقدمه لرجال البصرة اللي قدموا من خلال بطولة الخليج. من اللحظة الأولى ساهمنا، من أول شرارة لقيام خليج 25 قبل سنة ساهمنا بأوبرين وقدمناها بالمدينة الرياضية، وبدينا نسوي نشاطات. كل نشاط كنا نقدمه هو دعم لخليج 25 سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مجرد أنه نهيئ جو آمن، جو طمأنينة، جو سلام للناس، هو كل شيء يمكن كفيل أن الخليجيين يحضرون سواء كانوا جمهور أو كوادر رياضية يحضرون البصرة. طبعاً بالبداية شكراً لفريق الجهد الطوعي الخاص بالمدينة الرياضية في محافظة البصرة. اليوم إقامتهم لهذا الحفل البسيط المتواضع اللي هو كان كعربون محبة، كعربون شكر وتقدير لكل الناس اللي ساهموا لإنجاح بطولة خليج 25 محافظة البصرة. حقيقة التكريم هو معنوي أزيد من أي تقدير، أي شكر، أي تقدير قدمونه بقية المؤسسات، لكن هذا التقدير المعنوي هو بمثابة حب واعتزاز ما قدمناه لمدينة البصرة. قدمنا فيديو إيموشن خاص بال كأس خليجي 25. طبعاً هذا الفيديو جاي يوضح لنا إن العراق كان بعيد عن أشقاء الخليج، وحالياً إحنا رجعنا مثل ما كان وإن شاء الله الأفضل. طبعاً نتمنى من هذا الحدث إنه يكون مو فقط رياضي، وإنما جمع الإخوة من جديد، بالإضافة إلى آفاق أخرى وهي آفاق يعني تجارية وسياسية وغيرها، وإن شاء الله التوفيق للجميع.